وحمل المحور الثالث من القمة عنوان الرياضة كصناعة، حيث تطرق العديد من المسؤولين إلى بعض التجارب الحيوية في هذا الإطار. كان الإجماع الأهم على تجربة سمو ولي العهد في استضافة إحدى الجولات العالمية وهي الفورمولا 1، والتي حققت مملكة البحرين نجاحا باهرا في هذا الإطار، حيث أصبحت البحرين وجهة مميزة لعشاق هذه الرياضة. كما أشار وزير التجارة والصناعة والسياحة سعادة السيد زايد الزياني على أهمية استغلال مثل هذه الأحداث الرياضية الكبيرة ودورها في دعم القطاع التجاري والصناعي، والأهم رفض القطاع السياحي بالكثير من الفرص والإمكانات، وهذا ما يمثله القطاع الشبابي والرياضي لنا في الوزارة تحت بند الاقتصاد الرياضي. تحدث الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين عن هذه التجربة الرائدة بعد سنوات طويلة من النجاح، مشيرا إلى أن العنصر البشري البحريني هو من صاغ مفردات هذا النجاح المشرق. من خبرتي يعني بتعاملي مع حلبة البحرين على مدى سنوات، أو من أي فعاليات رياضية عالمية حضرتها، أشوف أن في عاملين مهمين أن لنجاح قطاع الرياضة. الأول اللي هو أعتقد الاحتراف، وإذا احنا ما وصلنا إلى مستوى عالي من الاحترافية في بغض النظر عن نوع الرياضة أو اللعبة أو الفعالية، ما بنحصل الإكسبوجر أو الانتشار، واللي هو يخدم العامل الثاني اللي هو السبونسرشيب، وخصوصا التي في رايتس. اليوم الرياضة اللي تنتشر عالميا وتنتشر في أقاليم متعددة هي الرياضة اللي يصير لها دعم مالي، هي اللي يصير لها التفات من المعنيين بالرياضة، يصير في طموح من الرياضيين أن ينتمون فيها، ونشوف في تسابق كبير بين البطولات سواء كانت كاس العالم أو الأولمبيكس أو الفورمولا 1 أو أي بطولات ثانية. أعتقد البحرين بدأت بداية مبكرة نسبة للمنطقة، ابتدينا في الفورمولا 1، لحقها أيضا الآيرون مان، ونشوف سنة عن سنة قاعدة تزيد، وأيضا دخلنا في مجال جديد اللي هو مع فريق ميريديا البحرين. بالنسبة لنا احنا كقطاع سياحة ننظر للرياضة كرافد مهم من قطاع السياحة، لأن هي مش فقط تجذب الرياضيين والإعلاميين، هي تعطي انعكاسة للبلد على مستوى العالمي. بتمكين دائما مستعدين نظرتنا ان احنا عون ونمكن الغير، التعب تعبهم، الجهد جهدهم، احنا دورنا ان نمكن. فاحنا من الأساس قلنا عصر المركزية الاقتصادية انتهت، اليوم نخلي الأفكار تينا من السوق ومن الشباب. فإحنا لحد الآن دعمنا أكثر من 80 مؤسسة في قطاع خلينا نسمي الاقتصاد الرياضي، أكثر من 1.5 مليون دينار، ومستعدين نستمر. أهم نقطة أنا أحب أوصلها للجميع أن في مؤسسة موجودة مستعدة تكون عون لأي شخص عنده مبادرة في أي قطاع. قوتنا في تعدد القطاعات، والقطاع الرياضي ودور الشباب يعني يمكن أهم حافز لنا حق لتقوية الاقتصاد واستدامة النمو الاقتصادي. فاليوم عندنا فعاليات تجارية صناعية سياحية، استضفنا تدشين سيارة البورش بانيميرا جي تي اس، وهذا كانت فعالية صح في الحلبة، ولكن سكنوا في الفور سيزنز، زاروا المرافق السياحية، وهذا شيء اللي الحلبة لازم تكمل تسويه بس في الرياضة، ولكن نصنع الصناعة في البحرين. عندنا آخر شيء مصنع بيل هلمت يمكن نتكلم فيه، مصنع يصنع الهلمت أو الخوذة حق 50% من سباقات أو ساقين الفورمولا 1، وهذا شيء بدأ من 4-5 سنوات، وفخورين أنه يكون موجود لنا في البحرين. الحلبة تقدر تجذب هالاستثمار، ويا الإخوان اللي متواجدين نقدر نكبر هذه الرياضة.